فانتبه لنفسك. ولذلك في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك، والعكس. لكن هناك رواية فيما يظهر للناس إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. إذن أنبه نفسي قبلكم في أمور الخفاء، احرص على ما يرى الله منك لا ما يراه الناس منك. فإن كنت تمارس ما يريده الله وفق ما أراد الله بما يرضي الله نظرا فيما عند الله فأنت على خير. وأكثر من الأمور التي بينك وبين الله لا يعلمها الناس، طاعات الخلوات أكثر منها فهي معينة بإذن الله، كما أن ذنوب الخلوات مردية، ذنوب الخلوات مردية مؤذية قائدة صاحبها إلى الردى والخنا، وتضعف تقواه وتضعف إيمانه. وكما أن للذنوب الخلوات أثر، لطاعات الخلوات أثر، من قيام الليل، من صدقة الخفاء، من الإنفاق والإحسان على من يحتاج دون أن يعلم عنه أحد، من صيام لا يعلم عنه أحد، من قيام لا يعلم عنه أحد، من دمعات خرجت. ولذلك تجد في الشبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أعمال منها ما يتعلق بالخفاء، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل أنفق صدقة يمينه لا تعلمها شماله. إذن هذه الأمور مما يعينك أنت في تعليمك للناس، انتبه تعلم وأنت تخالف. ولذلك ممن يجر أقتابه ويدور كالرحى في جهنم كالحمار هو من كان يعلم الناس الخير ولا يعمل. ألم تكن تعلمنا؟ قال كنت آمركم وأنهاكم ولا أمتثل. انتبه أنت انتبه من نفسك على نفسك، من أمور نفسك الخفية مع ربك، عينك، إذنك، لسانك، فرجك، راقب الله قبل تراقب خلق الله. ولذلك ممن تذهب حسناتهم التي كجبال تهامة أجعلها الله هباء منثورا. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انتبه من ذنوب الخلوات. حمانا الله وإياكم وتولانا وكان لنا في خلواتنا عونا ومعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إذن هذه الخواتيم أفعالك وما تمارس، أنت أعلم الناس بنفسك، أنت أعلم الناس بما تفعل وتنفق وتقصد. فماذا تريد؟ عليك بما عند الله، فما عند الناس ينفد وما عند الله باق. قال وكل يعمل لما قد فرغ له، هكذا؟ نعم. وصائر إلى ما خلق له، أي من السعادة أو الشقاوة، من السعادة أو الشقاوة. وكل ما رأيت من أمر فيه كراهة للنفس وقد أمر الله به فإنه سبيل إلى الجنة، فانتبه أن تنثني عنه. وكل ما رأيت من أمر ميل وشهوة إليه وقد نهى الله عنه فإنه باب إلى النار. يا عبد الله انتبه لنفسك. فهذه علامات وكواشف في طريقك، فاسلك ما فيه نجاتك في أحوالك. وكل يعمل لما قد فرغ له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. انظر انظر المسار إلى الجنة، في مقدمات، في أشياء قبل. إذن أكثر
أكثر من هذه الأمور، لأنها بإذن الله حصن لك ومعين. إن العبد ليردعه وازعه الإيماني من أن يفعل أشياء، فأكثر من تنمية هذا الوازع في نفسك. أحيانا يمنعه وازع سلطاني، يخاف الدولة، يخاف العسكر، يخاف السجن، يخاف المحاكم، فيرتدع لا لله إنما خشية من السلطان. وأحيانا يمنعه الوازع الاجتماعي، الرقيب الاجتماعي، وش يقولون الجماعة، وش يقولون عن الجيران، وش يقولون عن الناس، وش يقولون عني. فوازعه اللي منعه ليس خوف من الله، لكن عندما يكون الوازع قرآني فيردعه. وتلك الموانع سواء سلطاني أو القرآن أو الاجتماعي تردع شر، تمنع شر. لكن ينفعك الوازع إيش؟ الإيماني، عندما يكون تركتها لله، فما عند الله خير وسيبدلك الله خير. اترك ذلك الذي قد غلبك في شهوة أو شبهة أو شقوة أو شيء من لذات الدنيا التي أنت تشعر بأن نفسك قد مالت إليها وقد نهيت عنها، من مال أو فرج أو مأكل أو مشرب أو حيازة أو تملك أو أي شيء من أمور الدنيا التي تتنافس فيها الناس. اجعل دائما أمر الله بين عينيك تفلح وتسعد، وإن تركت ذلك فنعوذ بالله من الشقاء. فالأعمال التي يمارسها الإنسان من صلاح أو من سوء هو يفعلها بإرادة ومشيئة، هو مختار لهذا الفعل وأراده ورغب فيه ومارسه مع علمه بالحكم، فهو مؤاخذ عليه. فلا يقول أنا فعلت هذا وأنا ما أدري، لا، الجاهل له مخرج في الجهل، الناسي له مخرج في النسيان، المكره له مخرج في الكراهة. هذه موانع، لكن عندما تكون مختار وقاصد للفعل وعالم بالحكم ولكن حال ضعف ومين نفس، فلا تقول أنا فعلت هذا وأنا ما دريت. أنت داري ومختار وقاصد، فعقوبتك حكم عدل، حكم عدل، فهذا يعاقب بعدله سبحانه عز وجل. وإذا عمل العمل الذي يقربه إلى الله وكان فيه شيء من التقصير، فالله عز وجل عامل هنا بفضله، بفضله لا في مقابل النعم التي قد امتن بها عليه، فهذا لا يعادل هذا. فإن أحدهم طلب أن يحاسب بقدر ما فعل من أفعال، فوزنت نعمة البصر وقد عمل سنين فطاشت أموره، فلا تعدل، نعم بسيطة فيك، ولكن حكمة الله سبحانه عز وجل أنه عفو كريم ذو جود وفضل. فنسأل الله أن يعاملنا بفضله، ونعوذ بالله أن يعاملنا بعدله. نعم.